صباح الله، ان شاء الله فيديو النهارده نتكلم عن الفيزيكال توبولوجي. ايه هي الفيزيكال توبولوجي؟ بيقول لك ذا اكشوال لاي اوت اوف ذا واير اور ميديا. تمام، بيقول لك طريقه التوصيل بين اللي هي الواير والميديا. ايه الواير والميديا؟ اللي هي الكيبلز. تمام، عندي 5 حاجات هنتكلم عليهم: الباس توبولوجي اللي فيها سنجل كيبل، الرينج اللي هي حلقه في الستار فيها سنترالايزد، وفي عندنا الاكستند. الاكستند اللي فيها اللي هي الستار بس معمول لها ادفانسد، يعني فيها اكتر من ده. واخر حاجه معانا المش تولج. تمام، ده اللي هنعرفه في الفيديوهات القادمه، ونعرف في ايه هي والمميزات والعيوب لكل حاجه. تمام، وايه احسن حاجه فيهم؟ هما 5. تمام.